أقدم لكم نفسي طارق قاسم الملقب في جدي حنش. زين. إننا رشحنا لهذه الانتخابات لمساهمة ومساعدة الناس الفقراء والمساكين. شنو راح تقدمه للشعب العراقي بالخصوص للشعب البصري؟ والله أنا المواطنين أجيب لهم إن شاء الله بالصيف أقدم لهم الماء البارد وأقدم لهم الكهرباء. ما تنقطع. ما تنقطع الكهرباء. كهرباء لا فزت أنا ماكو كهرباء يتونسون إلى طفت. الله والله يجمدون يتونسون إلى طفت يجمدون من البرد. محضر لهم سبارت أبو 5 طن ومحضر لهم البنكات وحتى البنكات الشحن جايبها للمواطنين. للمواطنين وعندنا سبالة تشتغل على باتريات قدم وانا خدمت زين ودزوا لي انا هسه حاليا البنكات اشتغل على الماء ايوه وعلى الكهرباء. الله اكبر. يقولون تفعل بها خدمه الواي فاي في الشوارع عن طريق الارصفه الذكيه وانا اوعدكم وعد ان شاء الله اول ما تكون عندنا ارصفه ان شاء الله وراها نسوي لكم هاي من هاي الارصفه ان شاء الله. وبعدين ان شاء الله طبعا احنا الفقره الثانيه ان شاء الله احنا الان بعصر التكنولوجيا بعصر التطور طبعا البطاقه التموينيه احنا بعد ما نحتاجها عندنا شنو ان شاء الله البطاقه التموينيه راح نلغيها وكل شهر الى طاحونه بالمزرعه السعيده راح نخلي كل على المزرعه السعيده بيها الطحين وبيها الذره وبعد اكثر طبعا كلها واي واحد يحتاج شيء طلب شيء او مال اله او شيء نرسله اياه احنا كحكومه في خدمه الشعب. السلام عليكم. كم شلونكم كيك؟ طبعا في الموضوع كل يوم طلب الشعب طلبات جديده يوم كهرباء يوم ماي شو تسوون بالسوالف؟ امان شو تسوون بيها؟ الكهرباء شو تسوون بيها؟ تنتل. الماي شو تسوون بيه؟ سلكم حصوا بالكلى. يا امان كل يوم طاقتكم عبوة مفخخة. الحمد لله بلدان ثانية ما بيها هيك شغلات. كل ما تحجون احنا اول بلد. مش عندكم انتو اول بلد؟ هو اسد بابل شاغل فوقه ملابس. زين؟ تحياتي. وشعكم عن القائمة رقم 007 تسلسل 4 سوف اوفر لكم الماء المالح واقطع عليكم الكهرباء يوميا واشلع الرصيف واخرب التبليغ واوعدكم بالبوم بالنص انا وياكم شوفوني الصاير بيا شوفوني ما كنا الفقر رجعوني لا احرق روحي رجعوني لا احرق روحي رجعوني لا احرق روحي رجعوني